تعالوا خلي نسوي الكريب يلا بطريقة كلش معك. سهلة وكلش بسيطة وطعمها كلش طيب ومكونات اقتصادية ومتوفرة بكل بيت معك وأطيب وأوفر من الجاهز بهواية. نبدي معك بالمكونات ونقول بسم الله. بالخلاط راح ننزل 3 أكواب إلا ربع من المي، معك ننزل عليهم 3 ملاعق كبيرة من السكر وملعقة صغيرة كلش من الملح و3 ملاعق كبيرة من معك الزيت النباتي. من بعد حبايبي راح ننزل سؤال، عليهم راح بيضتين أقلب بهذا واحد الشكل بس عشان وملعقة كبيرة من الفانيلا. استخدموا السائل أو الباودر حسب المتوفر عندكم. من بعدها نبدي نخلطهم لمدة دقيقة بهذا الشكل من لما نشوف المكونات الجانسة تماما. ننزل عليهم 2.5 كوب من بس الدقيق تنجدنيش ولازم ليه، انا بقول الدقيق ثواني يكون يا ثواني منخفض هاجي سابقا. بقى مواجن ننزل الدقيق استنى احترما بالتدريج ونخلطه يلا بهذا من الشكل الاول من لما نتخلص قول من عندنا من الاول الكمية. ثواني لسه ناخذ ما الخليط كتبتش ونصفيه بهذا الشكل لا خمس ونترك ثواني الخليط ثواني يرتاح لمدة 10 دقائق. ثواني يا من هاني بعد هنا عندي ثواني المقلاة هنتهم ثواني شوية زيت ولازم تكون حامية على نار هادئة. نصب خليط ماشي الكريب بهذا الشكل واني استخدمت الكوب نوريك المعياري مثل ما لاحظته. بس نشوف الكريب ينشف من فوق ننتظره ثواني ونقلبه على ماشي الجهه الثانيه بهذا الشكل. من ماشي بعدها حبايبي نغطيه ونتركه حتى يبرد تماما ماشي ومن بعدها نحشي. طبعا الحشوات ماشي حسب رغبتكم وذوقكم. انا راح احشي الكريب موز وبديل زبده اللوتس اللي سويتها بالفيديو السابق والنوتيلا ماشي بهذا الشكل. طبعا الحشوات حسب رغبتكم وذوقكم بس صراحه انصحكم تجربون بديل زبده انظر اللوتس انظر لان صدق طعمها كلش طيب طلع كتر خيرك يا حبيبتي. زي لما تين الوجه بقول لك استنيني راح اجيب انا مواجي والنوتيلا والصوص الابيض ما كانت ماشي موجوده الطريقه ماشي بحسابي ومسويتها سابقا ورشه بسيطه من المكسرات. طبعا هذا الشيء اختياري ماشي ومو ضروري مثل ما قلت لكم التزيين وحش حسب رغبتكم وذوقكم. تعال ما تتخيلون حبايبي طعمه شكل طيب ومن صدق اطيب واوفر من الجاهز بهوايه. يلا يا حبيب قلبي ما اعرفكم انا عملت الجمدان ده ازاي اظن ما فيش اجمل من كده النهارده. بحس نفسي وبحس شوكولاتتي واخرب لكم الدنيا في الفيديو بس يا ريت ما تنسوش اللايك وحركه الاكسبلور والكومنت. اول مره اقول لكم ده بس عشان ما يحبش يجيب معاكم يلا بينا بقى.